اليوم إذا تلاحظون هناك تصريحات ومن أسماء كبيرة، أسماء ضخمة، تتحدث عن الصحوة الإسلامية، تتحدث عن خط التدين، تتحدث عن سعة رقعة الدين والتزام الناس. جيد، هذا صحيح. الحسينيات في ازدياد، جنابكم شاعر أستاذ أديب، وتتعاملون مع المنشدين، تتعاملون مع الرواديد، مع الخطباء، وتشوفون يمكن ما عندكم وقت أن توفون بكل الالتزامات تجاه هؤلاء. المنشدين في ازدياد كبير جدا، الحسينيات قلنا، المواكب، الأمسيات، هذه كلها لا نختلف فيها، ولكنه كله زيادة في الكم. تعال خلينا نشوف الكيف. كلامنا في الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام، هذه مقدمات. الكيف، التزامنا بأدب السماء، التزامنا بالنص القرآني، التزامنا بالنص الشرعي متوافق مع هذه الزيادة الكمية في الحسينيات وفي عدد المساجد وزخرفة المساجد والرواديد والقصائد أو لا؟ مثال بسيط جدا، كثير من الروايات تتحدث عن صلاة الجماعة. أنا أسأل سؤال، كيف هي مساجدنا عند صلاة الفجر؟ وين المصلين؟ وين المصلين؟ هذه الأعداد الكبيرة المحترمة من الشباب، من الأخوة المؤمنين الذين يخرجون في مواكب العزاء وفي الاحتفالات بمواليد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، موجودين في المساجد أو لا؟ عندنا رواية ينقلها الشيخ الجواهري عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن يهود أمتك؟ قال: من يسمع الأذان ولا يحضر الجماعة. هذه واحدة من عدد كبير جدا من الروايات التي يعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصوم براءته ممن يستخف بصلاة الجماعة. كيف ننظر إلى هذه الصورة التي أراها مشوهة؟ عدد هائل في الحسينيات معزين، في حين أن المساجد تستصرخ المؤمنين، المساجد تنادي، جدران المساجد تأن، تشتكي قلة المصلين، وخصوصا في صلاة الفجر. وين المشكلة؟ هناك من يقول بأن امتلاء الحسينيات واشتعال المواكب العزائية المحترمة والمقدسة جدا بالمعزين ما هو إلا تنفيس. هذا الشباب ما عنده مكان، الشاب ما عنده مكان يرفع صوته، يصيح، يصرخ، فيذهب إلى هذه المواكب يفرغ حالة نفسية، مو أكثر من هذا. لا نتفق مع هذا القول ولكنه موجود. انظر إلى ما يسمى اليوم بالدي جي، والله استحي أقول دي جي إسلام، علي 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 علي
هذا يأتي بأسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويعزف على جراحاتهم والنساء يرقصون في الأعراس على الدي جي الإسلامي اللي فيه اسم السيدة زينب عليه الصلاة والسلام. شنو اللي جاي يصير؟ أهل الحسينيات كلهم يتاجرون بالحرام، اللي يمشون للحسين كلهم ما يصلون، مو جاي تسمع يطلبون ملايين الدولارات، الرواديد كلهم مطربين، هذا تحطيم للخط الحسيني، حرب للخط الحسيني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. وين هذا الخلل؟ أنه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم العلة المتوسطة، هم مصدر الخلق الممكن. سواء آمنت بالولاية أم لم تؤمن بالولاية، كنت شيعيا، كنت رازبوتينيا، كنت يهوديا، كن من تكون، في وجودك، في علمك، في معرفتك، كلك منهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنت يا المعادي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذا تعرف تقرأ وتكتب فبفضل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مو كيفك، مو كيفك، لأن هم نقطة الإيجاد، هم هؤلاء هم العلة المتوسطة، هم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هم احتجب الله عز وجل عن خلقه بهم. فأنت لذلك يصفهم الله عز وجل من ينكر الولاية بالجاحد، جاحد لأنه يعيش هذه النعمة،
يعيش نعمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكنه لا يؤمن بالإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام. هناك خلل عنده في ماذا؟ في عقيدته، في التوحيد، مباشرة في التوحيد. لذلك احنا ما نضيع، ما عندنا حالة من التيه، من الضياع، بأن وجود المعصوم هو وجود هذه الحياة. يعني إذا ارتفع المعصوم بعد ما عندنا حياة، انتهى الموضوع، خلاص موت. يبقى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، الجهة التي نتوجه من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عندما أقول يا علي، عندما أقول يا حسين، عندما أقول يا زهراء، هذه ذروة التوحيد، سنام التوحيد، جوهر التوحيد، بل إقرار مني بالعبودية والذلة أمام الله سبحانه وتعالى، لأنني عاجز عن الاتصال المباشر. مو أنا عاجز، كل هذا الوجود الممكن عاجز عن الاتصال المباشر بالله عز وجل، ولذلك ابتغوا إليه الوسيلة. مو أنا عاجز، كل هذا الوجود الممكن عاجز عن الاتصال المباشر بالله عز وجل، ولذلك ابتغوا إليه الوسيلة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Now ask yourself this question: what attracts a Rafidi Shi'i towards the house of Allah? When a Rafidi opens his hadith books and reads narrations authenticated by his scholars, which suggest that the best form of worship is supplication, Al-Kafi, Volume 2, page 338, Book of Supplication, chapter The Merits of Supplication and Insistence on It. Then he finds a tirehead upon a minbar telling him that Allah never accepts supplications to him directly. Immediately, the thought that crosses his mind will be, when the best form of worship is not accepted by Allah, then what can assure me that my other forms of worship, like Salah, Zakah, Hajj, will be accepted by him? Hence, a Rafidi Shi'i will abandon the masjid or Salah altogether and head towards tombs and shrines to pray and supplicate to the Imams. He'll abandon Zakah and instead pay Khums in the name of his Imams. He'll abandon the Hajj and instead head towards the shrines and tombs of his Imams. Also, what connection or attraction will a Rafidi Shi'i have towards Allah? According to Rafidi preachers, the Imams are more caring and merciful to Shias than Allah. The Imam never places obstacles in the path of the Rafida. Any Rafidi, no matter how evil or sinful he is, can easily approach his Imams and get all his needs fulfilled immediately. Whereas Allah has, according to the Shia scholars of course, placed huge obstacles in his path. Obstacles which no Rafidi, no matter how hard he tries, can overcome. The obstacle of infallibility. According to Rafidi preachers, only the infallibles can approach Allah. Again, why would a Rafidi go to the masjid when he is not infallible? If he is not infallible, his supplications, his salah, and all other forms of worship will never reach Allah. So what's the point of a Rafidi wasting his time on worship, which is never going to be accepted from him anyway? أنت معصوم، أمورك مترتبة، تقدر تحكي مباشر. أنا كل ذنوب وما عندي وجه أحكي ويا الرب. عبارتي واضحة؟ هذا اللي يقول أحكي بصورة مباشرة هو كامل، هو كامل وعنده وجه، أنا ما عندي وجه. سأل إن شاء الله بينه مم الجرائم مم لك. أنا لما أدعو الله ما يستجيب، أنا هوسه كل شيء ماكو ما